اهلا، السلام عليكم حبيباتي. كيف دايري الويزات ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار، دونك مع فيديو جديده ان شاء الله. والبنات، شكون اللي فيكم بعد شي مرات ملي كيطلع لها البيت نعاس ديالها اولا الناموسيه ديالها وكتبغي تفرش غير في الارض وتنعس؟ تخليها لي لتحت في لي كومونتير، لينا فريمون شحال هادي ما فرشنا في الارض ونعسنا. وش نقول لكم دابا؟ قلنا والله حتى غادي نفرشوا في الارض ان شاء الله هاد النهار، وغادي نعسوا في الارض. والصراحه النعسه ديال الارض ما بحال حتى شي نعسه، واخا الناموسيه وكل شيء، ولكن النعسه ديال الارض غزاله كتقد لك الظهر ديالك كتجبدو لك. المهم اللي بحالي تخليها لي تحت في لي كومونتير. الصراحه حلفنا ما نعسوا بيت النعاس، قلنا هاد النهار غادي ندوزوا هاد الليله هنايا. وصراحه دازت واحد الليله اللي الظهر ديالك نعس على شي حاجه قاصحه، بحالي نعس بصح فوق ناموسيه ديال الميديكال، واخا عندي انا ماطلا ميديكال والله ما بحال الارض. المهم اللي بحالي تخليها لي تحت في لي كومونتير. المهم ان شاء الله غادي ندوز معكم هاد الصباح روتين صباحي، غادي ندوزو معكم باش ما عطى الله داكشي اللي كاين بدون زواق بلا حتى شي حاجه. غادي ندوز معكم ان شاء الله هاد النهار، واخا اليوم ماشي الجمعه، غادي ندير ان شاء الله الكسكس ان شاء الله. المهم من بعد مجموعة الدنيا كيف ما كتشوفوا، فشي حاجه خفيفه ظريفه صراحه، ما درتش شي حاجه. المهم ما حكيت الارض لا حتى حاجه، غير دوزتها كشطابه ونقيت هكذا داك الخضيره ديال كسيكسو. المهم درت اصلا درتو كيطيب هكا باش منين نطيب لي الحيمه وداكشي نمشي غير ندير الخضيره ديالي وصافي. وجيت للدريجات اللي ما مصوبينش، غنقول لكم مازال كيف ما كتشوفوا الجناب ديال هذيك البلينتا مازال هكذاك بالصباغه وداكشي، غير هادوك التحاته هما اللي كانوا تصوبوا، اما هادو فوق ما صوبناهمش. ودابا ان شاء الله عاد كتب انني نطلع ونصوبهم. بالنسبه حتى لهاد الباسامانو ديال الحديد كيف ما كتشوفوا، فحتى هو باقي ما صبغتو ما حتى شي حاجه. ان شاء الله عاد على ما نشوف شي وقيته ونجيب هكذا صباغ باش يصبغوا لي، وبغيت نصبغوا بالكحل. مازال المهم متردده واش ندير الكحل ولا البيض، ولكن غالبا ما غادي ندير البيض. قولي لي الراي ديالكم في لي كومونتير، زعما في اللي يجي حسن. بالنسبه للدروج راكم شفتوا درت لهم داك اللون بيج، يعني بحال الدوغي ولا ما نعرف دوغي مايل البيج، هما اللي درتهم هكذا في الحيوط. وبالنسبه لهذاك ما عرفتش يعني الصراحه كيفاش غادي يجي، اصلا غادي يكون فوق منه الباسامانو ديال الخشب، غادي يكون في اللون ديال الخشب، يعني ما عرفتش واش يجي اللون ديال الخشب مع الكحل ولا يجي اللون ديال الخشب مع البيض. وبالنسبه للون ديال الخشب غادي نديرو قهوي، يعني غنديرو قهوي مغلوق بحال الشكل ديال الكوزينه ديالي، دونك مازال كنخمم شنو غادي ندير. المهم حال ماشي دابا حاليا، مازال عاد كنشوف فوقاش نصبغوا داكشي وصافي. المهم نتمنى انكم تقولي لي الراي ديالكم، تقول لي واش البيض ولا الكحل. كاينين بعض شي متتبعات قالوا لي ندير له الدوغي، ولكن صراحه ما عجبنيش انا الدوغي، يعني غيجي داكشي دوغي في دوغي في دوغي، ما المهم
ما عرفتش. وصافي كيف ما قلت لكم، يلا عاد بديت هكذا كنحك داك الدريجات، ضروري كنحكم بالحلفه ديال السلك، لان فيهم داك الصباغه وداك الشيء هكاك، داك النقيطات ديال الصباغه، وضروري خاصهم يتحكوا هكا بالحلفه ديال السلك في نفس الوقت. غير كان يفوا هكا كان كنحك كندوز هكذا بداك الشيفونه، كندوز عليهم يعني، ما طلقت لا ما لا حتى شي حاجه، خفت لا يمشي يطيح لي هكذا، يتهرق لي هكذا من الجناب، داكشي علاش ما طلقتش الماء. ومهم بقيت غاديه على هذا الشكل حتى ساليتهم كاملين، ومن بعد عاد خديت هكذا واحد الشفافه اللي فيها شويه ديال سانيكرو، وليت عاوتاني عودتهم كاملين وصافي. المهم بقيت معاهم وحده بوحده، بدرجه بدرجه، بحال كناكل الزريعه تما. بقيت درجه بدرجه درجه بدرجه حتى ساليت كل شيء. ايوا صافي هذا ما كان. المهم كنت صراحه هزه لهم الدبيله، كنقول خاصني نصوبهم اليوم غدا، خاصني نصوبهم اليوم غدا، ولكن بما ان شاء الله ما بقى والو، غادي تجيني ان شاء الله لهذيك الغرفه ديال النوم اللي بغيت نصوبها، دونك خاص يكونوا الدريجات حتى هما نقيقيين. صافي يعني مي غادي نجي دابا نسيق البيت، ولا يعني غادي نسيق البيت ونخرج داكشي نيشان هكذا، نزولو عليا نخرج داكشي نيشان هكذا للسطح، وهكا يبقاو لي الدريجات نقيين، ماشي عاد نبدا نسيق نبداو جديد البيوت وهذا ونهبط على الدروج، يعني غادي نعيا. وصافي هذا ما كان، كيف ما كتشوفوا معايا راني غادا كي قلت لكم درجه بدرجه، وكنكمل، وخصوصا داك السوينتا ديال الجنب راها حمقاتني، وعاد هاد القنت هذا الفوقاني اللي كتشوفوه من هنايا اللي على الشمال هذاك راه مازال ما صوبتوش، بقى هكذاك يعني، حتى نجي نصوب الجهه اللي ملي ونصوبو كامل. ايوا مهم تماريا البنات ما كتسالاش، عرفتي كل نهار الجديد، كل نهار كي كيقولوا لها داك المثله، كل نهار تولدو كل نهار خصك تسميه ولا شي حاجه كي بحال هكا، والله ما عرفت. مهم ضروري من تمارا يوميا، حنا العيالات كندوزو منا. وهاد النهار انت ناساليتي هاد الحاجه، وغدا تلقي عاوتاني حاجه وحده اخرى كتسناك، عاوتاني تصوبي عاوتاني تلقي حاجه وحده اخرى كتسناك، على ما كتجي تسالي كلشي كتقولي انا تهنيت، شنو كتلقاي؟ كتلقاي هذيك الحاجه الاولانيه اللي صوبتيها راها تغبرات، عاود خاصك تصوبيها. ايوا لا اله الا الله وصافي. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت الدروج والروينه ديالهم، كانت هكذا داك الحيمه صافي طابت، وكنت درت ديجا حتى المكور وخيط زولفت يعني، تاهما حليت ودرتهم. وهنايا صافي كيف ما كتشوفوا طابولي، ما عندي الكوكوت باق زعيني باقا صغيره يعني مازال ما كبرات. عندي الكوكوت درتها يعني غير الكوكوت الصغيره، فحاولت على انني نزول داك الشيء اللي طابلي.
هكذا زولته وعاوتاني ضفت هذاك الشيء اللي عاد خاصو يطيب. المهم زولته من المكور وداك الطريف ديال الحيمه وخيزو ولفت زولتهم حطيتهم تما غير هكاك في الغطار. ومن بعد عاد ضفت داك مطيشه والربيع والقرعه الخضراء والحمراء ومهم داك الشيء اللي خاصو عاد يتضاف. وشو سميتو وليت عاود شديت عليها الكوكوط على ما طابت. ومن بعد ما مور ما طابت لي عاد هزيت داك الخضره كامله وليت عاوتاني درتها من الفوق وشديت عليها الكوكوط باش من بغيت نسخنها سخن كل شيء وصافي. وعاد صبيت وخلاص تما راه كاين سكسو راه كيتفور. جبدت هذيك الكسكاس غير الصغير اللي عندي ما بغيتش نجبد هذاك الكبير وصافي هذا ما كان. فأكيد اي حاجه تكون فوق البوطاجي ولا شي حاجه كنحاول على انني نجمعها ما نخليهاش باش ما تروليش الكوزينه. وهكا صافي باش منين يجي هكا الوقيته ديال الغدا تكون عندي مهم الكوزينه نقيقيه وكل شيء. يبقى لي غير المعينات هكا اللي كنستعمل هما اللي نزولهم ونديرهم هكذا في لافيسيل وصافي. واحد الملاحظه بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الماشينه لافي ديالي ديال الحوايج كيقولوا لي اسماء كتعمريها بزاف راها ما غاديش تصبل لك الحوايج وهذا وهذا. المهم بالنسبه للبنات لا ماشين ديالي راها كتهز 9 ديال الكيلو دونك راها كبيره. داكشي علاش كتشوفوني كندير الحوايج بزاف يعني ماشي ديال 6 كيلو ولا 7 كيلو يعني هي فيها 9 ديال الكيلو دونك كتهز الحوايج بزاف كميه كثيره. وفي نفس الوقت ملي كيكونوا عندي الحوايج يعني غير ديالي انا ولا راجلي فهذوك ديالي انا ولا راجلي كيكونوا فيهم غير ريحه هكا مثلا ديال العرق ولا فما كيكونوش مطبعين فهادوك غير كيتشللوا. اما مي كيكونوا حوايج ديال بناتي هادوك اللي خاصني نديرهم قلالين حيت ضروري كيكونوا موسخين فيهم الطبايع وداكشي خاصهم يعني يكونوا قلالين باش يتصبنوا مزيان. وفي نفس الوقت مي كتشوفوني هكذا عمرتها وكيكونوا الحوايج يعني كاين اللي فيهم هكا شي ضبغه ولا شي حاجه فهادوك ضروري ومؤكد انني كندير لهم حتى ساعتين ديال المكانه. فملي كيكون خاصني غير نشلهم ولا شي حاجه كندير لهم بعد شي مرات رابيد يعني رابيد راه فيها يلا 15 دقيقه. مي كيكونوا حوايج خفافين مي كيكونوا حوايج شويش يعني عامرين فكندير هكذا داك الساعه ديال المكانه يعني الماشينه ديال التصبين ديالي فيها كتهز 9 الكيلو. داكشي علاش كتشوفني كنعمرها بزاف كيحسب لكم راه انا كنعمرها وهي راه ديجا باقه خاويه من الداخل. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم وصافي. انا بديت كنصب الكسيكسو ديالي وبصحتكم وراحتكم وهنا غنقول لكم تهلاو في راسكم حتى تلقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا الا كتب الله. وعواشركم مبروكه وباش ما تمنيتو بصحيحه وسلامه ورزق وتيسير يا ربي امين. وتهلاو في راسكم وبيسو كبيره ليكم.